إذن من السرايا الحكومي تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا بك معنا غنوة، لك أن توجزي لنا تفاصيل ما الذي يجري على الصعيد الميداني والسياسي والاجتماعي أيضا لهذا اليوم. فقط أريد أن أوضح نقطة بأن وزارة التربية ليست هي من اتخذت قرار تأجيل المدارس، هي فقط رابطات المدارس التي كانت قد شجعت المدارس على اتخاذ هذا القرار، نظرا لعدم يعني لوجستيا هي عدم قادرة بعض المدارس على البدء، إضافة إلى أنه هناك يعني بعض يعني الأمور المادية غير واضحة بالنسبة لبعض المعلمين، لذلك كان هناك نسبة مرتفعة من المدارس التي فضلت تأجيل العام الدراسي لأسبوع على الأقل، ونسبة قليلة يعني خاصة في المناطق البعيدة عن مناطق الاشتباكات في الجبال وغيره فضلت البدء من اليوم. ولكن هذا القرار يعني وزارة التربية كانت قد يعني لم تلغي هذا القرار من جهتها، ولكن رابطة المدارس هي من قامت باتخاذ هذا القرار. بعض المدارس التزمت، ولكن عدد يعني عدد كبير من المدارس، نسبة قريبة تقريبا 90% من المدارس قررت تأجيل العام الدراسي أقله حتى أسبوع. بالنسبة للسراي الحكومي، كان هناك دعوة وجهها رئيس الحكومة للدول الخمس الأعضاء في مجلس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين، روسيا، فرنسا أمريكا وبريطانيا، من أجل الحضور إلى السراي الحكومي، من السفراء للحضور إلى السراي الحكومي للبحث في موضوع الحرب، خاصة في موضوع إصرار موقف لبنان على وقف إطلاق النار وإعادة التفكير بموقفه بتطبيق يعني القرار 17 بتطبيق القرار 1701. هذه اللقاءات تأتي بعد زيارة بعد اللقاءات التي كان قد أجراها رئيس الحكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي في فرنسا وأيضا في لندن، وتأتي استكمال للجهود اللبنانية الدبلوماسية من أجل وضع حد لتلك الحرب التي لا يزال التصعيد فيها سيد الموقف بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. ومن المفترض أن يكون هناك بيان أو موقف بعد لقاء السفراء، إضافة إلى وجود وفد ألماني أيضا للقاء رئيس الحكومة. البعض أيضا يربط هذه اللقاءات بما حدث في البترون والإنزال البحري الإسرائيلي هناك، خاصة وأن يعني البحرية الألمانية المشاركة في اليونيفيل لم يكن هناك أي تنبيه من قبلها بالنسبة لموضوع الإنزال البحري الإسرائيلي. لذلك هذه الاجتماعات اليوم تنقسم إلى قسمين، الأول هو موقف لبنان من موضوع وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وإضافة إلى تنفيذ القرار 1701 والتزامه به، وإضافة إلى موضوع ما الذي حدث في البترون، خاصة وأن التحقيقات مستمرة إن كان بالنسبة للتحقيقات اللبنانية الداخلية أو أيضا لاستضاح موقف قوات اليونيفيل. شكرا على كل هذه الإيضاحات من السراي الحكومي، مراسلة الحدث غنوة يتيم.